بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال للمملكة الأردنية الهاشمية. وعرب سموه في البرقية عن خالص تهانيه وتمنياته للعاهل الأردني بموفور الصحة والسعادة ولشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيق بالمزيد من النماء والتقدم في ظل قيادة جلالته الحكيمة. وأشاد سموه بالعلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من نمو وتطور على كافة الأصعدة، مؤكدا حرص مملكة البحرين على مواصلة تنمية العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين في ظل الشراكة الاستراتيجية الجامعة بينهما. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.